مسلسل مقدرين حلقة جديدة، واليوم يا جماعة راح نلعب رجل الطلقة الواحدة. سي شنو اللعبة هذه؟ تعرفون اتوقع نزلناها في السابق، هي لعبة رجل طبعا عنده طلقة واحدة راح يطلقها على طول، لازم يعدي المهمة. فإذا هذا انا حاليا موجود معي طلقة واحدة وقدامي هذا الشرير، بس اطلق عليه سلام عليكم عدينا على طول الليفل. فطبعا اللعبة المفروض نزل لها تحديثات وما شابه، فأكيد الحين صارت أفضل من السابق. المهم نطلق على هذيلا دبل كل على طول، طلقة واحدة استخدمتها بأني أشيل اثنين في نفس الوقت على طول. عندي ثلاثة هني قدامي، خلاص سوي الحركة هذه وهم ثلاثتهم طبعا ماتوا وراحوا. غيره خلينا نشوف اقدر اكسرها. عندي طلقتين هالمره، اوكي طلقتين ممتاز استخدمناهم، ثلاث نجوم. هذا اعتقد بس اطلق بهالطريقه طيحناها على طول. الحبيب ودع الملاعب، نضغط اكس على طول ونروح نشوف شنو اللي جاي. اللي جاي هني اطلق على راسه لزق يعني في حركات ثانيه نقدر نسويهم. تي ان تي يموت، اوف حتى لو من ورا الجدار يموت. بدينا في الليفلات الصعبه، عندي اربع طلقات وهم اربعه، اوكي هم اربعه خلص عليهم بالطريقه هذه وسهل على نفسك الامور. نكست اطلقني. طلقه ترجع بس ما راح تصيدني انا، راح تروح ترجع للثاني. هني نطلق بهالطريقه. عيد عيد هني. اوكي 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 حلو. نكست هذا موجود فوق، فنعطي واحده هني في النص. لا رجعها هني. ياب على طول شلنا. اقدر اخذ شيء؟ والله المفروض ما اضغط. سيد سيد ما تحتاج سيد. الو لعبه رجعيني، لعبه رجعيني. الو ما ابي شيء خلاص. هاي هونت هونت. يلا شنو هذا؟ ما ابي شيء بليز لعبه. الو يا ليت توني بضغط تحت قسم بالله. اللعبه بدات تستهبل علي يعني حاليا في الوقت الحالي، يعني بدا الاستهبال وبدات الحركات اللي ما لها داعي عشان ابى اكمل بليز. اوكي سو هذا، اوكي تعال هني. نو ثانكس. اخيرا يلا نروح الليفل اللي بعده، ما ما ما, ما بغينا. وانا هني شلون؟ اطلقها بهالطريقه وتطيح فوق راسه. اوه ماي جاد مو طبيعيه. بس الله يرحمه الله يرحمه. اطلقها هني تحت. سلام عليكم سلام عليكم يا الحبيب. است هالطريقه خليه يطيح. يطاح من مسافه عاليه ودع الملاعب. ماتي خلاص. اي طيحه من مسافه اللعبه تغيرت ترى. او شابتر 2 احنا شنو اليابان اتوقع. نايس 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 حلوة الحركة. في ناس عندي تحت في هذه اطلقها. ايوه سلام عليكم. يا سلام يا سلام شنو هذا؟ ايه شو السالفة؟ شيل نكست. بس اطلق على هذه راح تنزل. طيرنا اعتقد هذا بس ولا واحد طاح. طلقة واحدة انا عندي، تدرون؟ خلينا نطيحها من فوق راح تطيح عليهم. صح لازم تطلق من فوق، من تحت ما راح تضبط الحركة. الله يرحمكم، الله يرحمكم كلكم. زين نكس. طيح اللي فوق. لا اللي تحت اللي تحت اللي تحت اللي تحت اللي تحت. طيح اللي تحت. اللي تحت راح تطيح ثنتين. فخلاص اثنينهم يموتون، بدل ما تطيح واحدة ممكن تصير واحد، لا تخلي اثنين. اوكي واحد ودع على طول، الثاني يحتاج الى الشيء الثاني يخليه يودع. نكست اعتقد بس نسوي الحركه هذه، هذا ودع والثاني راح يودع الحين. اندفع وطاح على طول من فوق. ليتس جو نكست. بس طيح على طول عنده. سلام عليكم. نايس نايس يا جماعه. ما ابي شيء الحين، خلنا اطلق بهالطريقه. ايش راح يصير؟ واحد طاح والثاني ما طاح. لا مات. اوكي حتى لو ما طاح مات، بس هذا ميت، هذا ميت، هذا حرفيا ميت ما يبي لها شيء. اطلق هني. اوف 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 اوف. زين طيح عنده. بوم ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. نكست
نيكست يا سيد، خلينا نشوف ايش اللي جاي. نيكست، عندنا هذه الكرة، ضربها. اوف 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 اوف، شفتوا كيف تحركت؟ تحركت بشكل سريع جدا عنده. زين خلينا نجرب هالطريقة. لا غلط، خلينا نجرب بهي الطريقة. يا رب. لا حرام. ياس، اخيرا 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 ضبطت. يلا. لا ابى اشيلهم كامل بطلقة واحدة. ما ضبطت. اعتقد فرجلة بتضبط. يا فرجلة تضبط. روح اللي بعده. ليفل زومبي. زين بيطيح على تي ان تي وينفجر. يا عمي الليفل الرهيب. لا اوه سيد ركز. بس مات مات. سلام عليكم. نيكست. اوه ليش متجمعين؟ ما فهمت ليش متجمعين. اي تي ان تي اطلق عليه. بوم 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 بوم، انفجر المكان كله. انزين ما ابي شيء، خلينا نضغط الاكس نروح نيكست. اوكي اوكي نايس. نيكست ودع. حلو اطلق هني. حلو. اوه 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 اوه، هذا ايش صار؟ ارمي هاي تحت. بوم. الطابوقة طاحت فوق راسه. يا ساتر. بس هو ميت صح؟ هو ميت يب. طلق ثلاث طلقات. عالي ولا بالغت؟ بالغت. عيد. مات فيه. اذا فهم فهم فهم، نكسر واحدة والثانية نفجرها. اوكي الحين ثلاث نجوم. انا احاول يعني اجيب ثلاث نجوم صراحة دائما. السلام عليكم، اخذ له هيد شوت. هذا شلون؟ طلقة واحدة بس. طلق على فوق. زين. صار شيء؟ الو؟ اوكي ضبطت والله. طلق بهالطريقة. ايوه 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 ايوه، السلام عليكم. اثنين هم ودعوا. نيكست. انطلقتين. هم طلقتين وفعليا استخدمت الطلقتين بشكل ممتاز. طلقتين، هي الطلقة الأولى وهي الثانية. مع أن ترى يمكن كان يمديني أكملها بطلقة واحدة بس لا، أعطى طلقتين خليه يودع. نيكست. شو اللي جاي؟ شو اللي جاي؟ شو اللي جاي؟ اكسره. أوكي، اكسر اللي بعده. عدل طلقتين ولا نجمتين؟ لا 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 لا، لا. عيد. عيد 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 عيد. بس هذه. خلنا نحاول نضبطها بطريقة أفضل. لازم ثنتين. ولازم طلقتين. شلون أقدر أعدي هذه بطلقة واحدة؟ ما أدري اخوان، اكتبوا لي تحت كيف اقدر اعدي هاي بطلقه واحده. عندي طلقه واحده، كيف اقدر استخدمها بالطريقه اللي تخلينا نخلص من الاثنين او نخلص من اللي تحت اثنينهم؟ ما فهمت يعني، ما احس في طريقه معينه ممكن اسوي هذا الشيء. المهم زر اللايك والاشتراك ونشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في مقاطع اخرى. مع السلامه. اللايك امر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.